طيب حياكم الله يا شباب، مرحبا فيكم فردا فردا، السقاية والرفادة والوفادة. البارحة كان في تنافس كبير وكان في توازن كذلك في المنافسة بين الفرق. حياك الله حبيبي أحمد، يا هلا فيك. اليوم كذلك حتكون في لغة أخرى في المنافسة. حنا في العشر أو الجزء الثاني من البرنامج بعد ما انتهينا من الجزء الأول بكل أطروحاتكم وتحركاتكم في البرنامج وكذلك مبادراتكم اللي قدمتوها في مسيرة هذا البرنامج. مسابقة السايب مثل ما أنتم عارفين، ونذكر مشاهدي الكرام بمن انضم إلينا مجددا، إلى 7 أشواط، كل شوط له طريقة وآلية في المسابقة واللعبة، راح نشرحها مع طرح أول فريق في هذه المسابقة. الشوط الأول 50 نقطة، إذا انتقلنا الشوط الثاني 100 نقطة، ثم تدريجيا إلى الشوط السابع 350 نقطة، يعني كل ما نطلع شوط يزداد 50 نقطة. نقول بسم الله وعلى بركة الله مع هالمسابقة والمنافسة الكبيرة بين الكبار فريق الرفادة والوفادة والسقاية. أول شيء نقول لكم الحمد لله على السلامة فريق السقاية، جيتوا من مبادرة، حياكم، وإن شاء الله الجميع يكون في هذه الأنظمة الجميلة وخضم هذا البرنامج اللي قدمته الكثير والكثير. المسابقة تحتاج إلى ثقافة عامة وإبداع وتألق وسرعة البديهة وكذلك سرعة الإجابة خاصة في الشوط السابع. نرحب بأول فريق راح يشاركنا ويدخل في المنافسة، الوفادة. الوفادة أول فريق ينافس هذا البرنامج. الله الله وفادة خطاير شدوني جنبي في كل الأوقات. الله 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 آه وفادة يا قلبي، آه وفادة يا عيني، آه وفادة يا قلبي، آه وفادة يا قلبي، آه وفادة يا عيني، آه وفادة يا قلبي، آه وفادة بس آه وفادة. حياكم فريق الوفادة، نصر الكنهل، علي الغامدي، ياسر سنان، بندر باجا، مع برغوث. طبعا في نسبة المدفع اتوقع انكم انتم لنا 3 أيام على 28 مقصوده ولا وش يا سامي؟ هل صريح يا سامي؟ نسبة وتناسب طبعا على حسب، يعني احنا نقرد المدير يعني البارحة كان لكم حظ كبير في المسابقة، مسابقة السايب. شوف الليلة راح تدخلوا ما شاء الله تبارك الله تدخلوا في هذه المنافسة، ولا برضو السقاية ام الرفادة كلهم كلمة في هذا البرنامج. التوفيق للجميع، واتمنى كذلك المشاهدين ان ينتظر من الجميع الحماس والتفاعل والإجابة السريعة. السؤال الأول مثل ما أنتم عارفين، هلو يا مان، مثل ما أنتم عارفين إن سؤال وأربع خيارات، إذا جاوبتوا عليه تأخذوا 50 نقطة، إذا أخطيتوا أو انتهى الوقت اللي هو 50 ثانية ينتقل للمشاهد مباشرة عبر رسالة SMS عاد يرجعها لكم يعطيها غيركم، هذا أمر راجع للمشاهد. السؤال يقول أين يقع نهر النحل؟ نهر النحل أين يقع؟ الصين، الأرجنتين، كولومبيا، موزمبيق. هنا على الشاشة كلنا نتفق ونتكلم مع بعض، أين يقع نهر النحل؟ شوف الصين، الأرجنتين، كولومبيا، موزمبيق. أقربهم. أمس سمعنا معلومة إنه يقول استاذ نهر أفضل أكبر دولة، صح ولا لا؟ ما أدري. طيب كولومبيا تو فازت في كوبا أمريكا، موزمبيق أتوقع كولومبيا، اتوقع كولومبيا. ما عندي جواب. الأرجنتين ليش؟ الأرجنتين واحد بين ثلاثة. بس مش نهر النحل؟ ممكن الصين يا رجال؟ لا هذا السؤال حتى لو وصلوا 50 ثانية ما جاوبوا. الآن باقي 17 ثانية، إيش نتفق؟ الصين توكل اللي براسك. إيش اللي براسنا؟ موزمبيق. أنا أتوقع لا. توكل. قول. الصين. الصين ثبت. ثلاث ثواني، ثانيتين، انتهى الوقت والإجابة غير صحيحة. ننتقل للمشاهد، ننتقل للمشاهدين، ننتقل للمشاهد طبعا. طلعت إجابة كولومبيا، نكذب يا طيب. طيب خلينا نشوف الأسرع من المشاهدين. لا يا شيخ، الإجابة كولومبيا الأسرع اللي تجيه. السؤال أسرع رسالة مع الإجابة صحيحة، المشاهد عنده جوجل. وصلت الرسالة ما شاء الله، من مين أول شيء ولمين ثاني شيء؟ ها يلا استار السقاية لا إن شاء الله. حتى الوفاد يقولون لنا ان شاء الله يحددون بس التحديث. اتمنى ان ترجع لكم 50 نقطة راح تاثر. يلا انجز. من مين مين منيره السعود؟ ترى البيز يا مخرج البيز عندي والله اسمع. انا هو وش قال فريق مين؟ ها قال لمين منيره السعود؟ فريق الطوط، فريق السقايه. تسالوا، برافو.
50 نقطة. مخرجنا ترى السماعة الخارجية تبع المصورين برضو موجودة، حاب انكم تقفون كل شيء. السؤال الثاني راح عليكم 50 نقطة، راحت للفريق السماعي عن طريق الجمهور. السؤال الثاني بالترتيب، وسؤال سهل بس يحتاج لتركيز الأحرف. إذا فتحت مربع هيحصل عليك 25 نقطة، وعندك 100 نقطة لهذه المسابقة. يقول السؤال: قائد مصري نوفي إلى جزيرة شيسل أو سيشل. عد سامي ثلاث مرات وأنا أعطيك 150. والله تعطيني كاش 100 نقطة طبعاً. قائد مصري نوفي إلى جزيرة سيشل. تبي تفتح تبي ما تفتح بس برضو يعني ناصر عندك معلومة؟ لا. عندك معلومة؟ أوكي تقعدون أحسن لكم عشان بس نفتح حرف نفتح إيش ثالث ثاني؟ فضل أنت بيعندي تجاه معلومة أنت معروف أنت معروف ثلاثة رقم ثلاثة دال دمت ثلاث ستات حرف الدال رقم ثلاثة وراحت 25 نقطة الرابع أربعة زاي نفتح الاول بسرعه 9 ثواني 8 ثواني افتح الاول الاول افتح واحد الأول. رقم واحد افتحوه سعد 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 زغلول انتهى الوقت سعد زغلول سعد زغلول صحيح بس انتهى الوقت يعطيك العافيه انتهى الوقت سعد زغلول بعد اي نعم سعد زغلول هي الاجابه الصحيحه بس جاوبت بعد الثانيه الاخيره الثاني شوف خلينا نتاكد نشوف لو في الكنترول رجعوا في أيه. ثانية اخذتها حتاخذها يعني هذه حتضمنها في النهاية اكيد يعني تاكد يعني اكيد اكيد تاخذها في غرفة عندكم ترجع للشرطة لا تلهم ان شاء الله السؤال اللي بعد الشوط الثالث اختاروا فريق راح يساعدكم الرفادة الرفادة انتم ما شاء الله اخذتوا 50 انا ما تعديهم ما شاء الله تبارك الله الرفادة طبعا خلال 50 ثانية اذا ما عندهم اجابة وطلبوا المساعدة لكم ثلثي الدرجة ولهم الثلث السؤال يقول ما المقصود باسباب السماوات ما المقصود بايش اسباب السماوات طبقات السماوات أيوة ابواب أيوة. السماوات اخبار السماوات حراس السماوات وش العيب أيوة. طيب دقيقه تعال ناصر قصه فرعون مع هامان نوحد على شاشه اسباب السماوات ما المقصود باسباب السماوات طبقات السماوات او اخبار السماوات ابواب السماوات ابواب حراس لا اخبار اخبار لان طلب منا اخبار اسباب جيب الايه انا اقول شباب لو كل واحد مكانه ترى افضل عشان الكاميرا بس بعدين لكم السؤال واضح وهنا ايضا في شاشه عندكم ناخذ معونه منهم اخبار ولا عندكم جواب اخبار 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 ابواب اذا انت الوقت شباب ما لكم حقينكم تطلبون المساعده شفت يا اخبار يا ابواب يا اخبار يا ابواب بسرعه اخبار 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 جاوب جاوب اي جاوب اي شيء اخبار السماوات انثبت ان شاء الله انثبت 5 ثواني اخبار السماوات الاجابه خاطئه وش الطبقات من اللي عنده شباب جواب ابواب السماوات حلو. الشوط الرابع كلمة وجواب الكلمة هذه متناثرة مع أحرف إضافية أتمنى تجاوبون عليها كذلك خلال 50 ثانية فريق الوفادة شدوا حيلكم يلا الدرجات الأعلى جاية في الطريق يقول السؤال الأسطرلابي لقب شاعر عباسي ما اسمه إيش الأسطرلابي لقب شاعر عباسي ما اسمه لا غلط هذه ها هذه ها ولام وها ولام والف وها وباء ودال واو وعين المهلهل لا المهل لا ما فيها لامين طبعا انا ما بعرف في لامين طيب عيال وقت طبعا في 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 ها هنا تعتبر تاء مربوطه في تاء هنا تعتبر تاء مربوطه يعني في من اسمه تاء مربوطه لا لا شاعر عباسي ما يلا ارمي اي شيء ارمي اي شيء ارمي ما له دخل يا عيال اي شيء المهلهل ابن عبيده لا ارمي اي شيء توكل ثمان ثواني المهلهل ابن بديع ما في ميم ما في ميم ما في ما المهلهل ثلاثة ما عندنا اثنين وان زيرو هبة الله واو هبة الله هبة الله ان شاء الله هبة الله ان شاء الله هبة الله هبة الله معروض ان شاء الله في الشوط الرابع 200 نقطه نشوف 250 نقطه رتب الاحداث من الاقدم ثلاث احداث ركزوا فيها وفيها 250 نقطه عندك احتلال بيت المقدس وفاه صلاح الدين ايوبي وفاه يوسف بن شافين شوف انا على حسب قدراتي في السياسه وكذا ان اتوقع احتلال بيت المقدس وفاه صلاح الدين ايوبي وفاه يوسف بن شافين يلا بعدين جاء صلاح الدين لا احتلال طيب احتلال بيت المقدس بعدين
الأقدم وفاة احتلال يوسف. الأقدم الاحتلال يوسف صلاح الأقدم وش توقع وفاة يوسف لا ولا وفاة يوسف احتلال بيت المقدس وفاة صلاح احتلال أيوة أوكي أوكي وفاة يوسف وفاة يوسف احتلال بيت المقدس وفاة وفاة صلاح الدين أيوبي باقي لكم 9 ثواني أيوة انتهى الوقت الإجابة خاطئة الأول احتلال بيت المقدس ثم وفاة صلاح الدين أيوبي ثم وفاة يوسف لو حطيتوها بالترتيب كما هي كانت الإجابة صحيحة لكن راحت لكم معوضين 250 نقطة الشوط السادس عن هذه لعبتكم الشوط السادس بالترتيب من 1 إلى 25 شدوا حيلكم يلا يركز قم انتهى الوقت كل واحد يرجع مكانه تفضل ياسر رقم 23 23 فواكه برافو الحمد لله رقم 4 90 يا سلام رقم 14 سوق شيف سيف 715 شين يا سلام عليك برافو تستاهلون الشوط السادس 300 نقطة الشوط السابع 300 نقطة حلو من نصيبكم تستاهلونها الشوط السابع رشحونا واحد وكذلك من الفرق الأخرى الرفاق يرشح واحد ينافس شباب زين الصفات هم قلتي في حياتي يهربوني من المودات الله الله ويفتح لو أمين خليك في نص الشاشة واحد يمين شوي يمين يا تحدي بن نصر الكنها الفريق الوفادة اللي جمعوا مجموعة نقاط وإن كانت بسيطة بس إن شاء الله تكون تدعمكم في الأيام القادمة بين ماجد أيوب فريق الرفادة وسلطان الحارثي فريق السقاية والسؤال الأول يقول عندكم 50 ثانية إذا انتهى الوقت نوقف واللي ما عنده إجابة يقول ما عنده إجابة عشان ننتقل للسؤال اللي بعده ماجد ارجع ورا شوي كذا شباب مكان الشباب مناسب ولا يتحرك روح مكان لا يتحرك بس عشان لو في اي حركه راح نبلغكم ان شاء الله نشوف السرعه مع ان شاء الله يوصل 350 نقطه هو الاساس انه 350 لكم بس انت بطريقتك تاخذها ترجعها لفريقك ولا ياخذها سواء كان مرعي ولا حبيبنا ماجد ايوب ها طلعوا لي الارقام على الشاشه 150 سؤال أول وآخر سؤال 350 نقطة أو 50 ثانية يقول السؤال الأول من مؤلف كتاب فضائل الأعمال؟ النووي وقف ابن القيم وقف ابن تيمية وقف محمد المقدسي أول دولة عربية تتأهل للدور الثاني في بطولة كأس العالم الجزائر وقف وقف أول دولة ايش قلت؟ الجزائر وقف السعودية وقف الإجابة المغرب راحت عليكم كلكم ما أصل كلمة كشكول؟ فارسية وقف تركي وقف كشكول ايه اصل كلمة كشكول اربي خلني تنافس ما عندك شيء ارامية اول من عرف القطن الصينيون وقف وقف عرف القطن الهنود برافو الاجابة الصحيحة بلاد الزعفران هي ايران ايران وقف وقف الهند الهند وقف اللي بعد يلا انتهى الوقت انتهى الوقت برافو تستاهلون 150 نقطة يا شباب صوت الارميز موجودة في السماعات يعني ضبطوها لنا شوية بس عشان الأجوبة راح تنقل للشباب مباشرة اوكي يلا الفريق اللي بعده فريق الرفادة حياكم الله ونشوف خلال 7 أشواط ان شاء الله تجاوبون عليها بشكل سريع ما غرمني الصين والصين طيب خلوه السماعات الخارجية أنا أتكلم السماعات الخارجية مش الأربيز سماعات الكاميرات طيب طيب نشوف بلاد الزعفران اللي هو كشمير
معوض إن شاء الله في المرات القادمة. الحين فريق الرفادة عندكم 7 أشواط إن شاء الله تجاوبون عليها. الشوط الأول 50 إلى الشوط الأخير 350. الشوط الأول نعيد شرحها بس عشان من ضمن إلينا مجددا من المشاهدين، لو نسألكم سؤال 4 خيارات، إذا جاوبتوا عليها خلال 50 ثانية تأخذوا 50 أو تنتقل للمشاهد مباشرة ونشوف راح تعطي لأي فريق في المسابقة واللعبة. السؤال نبدأ يا شباب؟ نبدأ. اللي في الكنترول نبدأ. السؤال الأول يقول: أين يقع نهر أم الربيع؟ الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس. أحد يعرف؟ أين يقع نهر أم الربيع؟ الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس. مر عليكم. إيش تتوقع؟ تونس هاي؟ على صدق كرس؟ الجزائر أو المغرب أم الربيع؟ الجزائر أو موريتانيا واحد منهم. الجزائر أو موريتانيا؟ صح. حصل الجزائر نقول. هو بالجزائر أو موريتانيا؟ الجزائر. ثبت. الجزائر الإجابة خاطئة. السؤال راح ينتقل للمشاهد. أعزائي المشاهدين عبر الاسم اس اكتب اسم الفريق سواء كان الرفادة صاحب السؤال أم الوفادة أم السقاية والجواب الصحيح. أول رسالة وصلنا مع الإجابة الصحيحة 50 نقطة راح تروح للفريق وراح نشوفها في نهاية البث في المدفع. وصلت الإجابة من مين وإلى مين؟ عروب سليمان. الوفادة، برافو، تستاهلون 50 نقطة. منور معنا. الله يوفقكم ان شاء الله شد حيلكم. فريق الوفاده من عروب سليمان، عدل عروب سليمان من كبار مشاهدي قناه بدايه. الحين نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بالترتيب، اذا فتحت مربع 25 نقطه يخصم عليك، اتمنى تجاوب عليه بشكل اسرع. 100 نقطه، اول رئيس مصري بعد النظام الملكي. سهل. محمد نجيب. برافو، الإجابة صحيحة. محمد نجيب، الإجابة صحيحة. السؤال الثالث، اختاروا فريق راح يدعمكم في هذا السؤال. الوفادة. خلنا الوفادة. الوفادة راح ينافس أو ينافس يساعد بالأصح الرفادة في هذه المسابقة وهاللعب وهالسؤال. 4 خيارات، مؤلف كتاب لطائف الإشارات. مؤلف كتاب لطائف الإشارات، هل هو القشيري، المقدسي، السيوطي، الشاطبي؟ مؤلف كتاب لطائف الإشارات، القشيري، المقدسي، السيوطي، الشاطبي. القشيري. نثبت. القشيري. الإجابة صحيحة. 150 نقطة. نشوف السؤال أو الشوط الرابع برضو، أحرف متناثرة مع زيادة أحرف إن كانت طبعا مو شرط أساسي. السؤال يقول: مالك بن الحارث شاعر مخضرم، ما هو لقبه؟ التاء، الراء، الجيم، اللام، الراء، الألف، الياء، الميم، الألف، الشين. مالك بن الحارث شاعر مخضرم، ما هو لقبه؟ ثلاثين ثانية. الأمير خير. 16 ثانية. أعطي جواب ولا يروح الوقت. الأشجم. ارمي. الأشجم. 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 الإجابة. والله الأول أحرف صحيحة بس الأخيرة خطأ، هي الأشتر الإجابة الصحيحة. معوضي وراحت عليكم. من إن شاء الله السؤال اللي بعد الشوط الخامس 250 نقطة. رتب حسب الأقل سرعة. الشوط الخامس 250. حيوانات شكلها. الغزال. إيش حظنا مع الحيوانات؟ فمال دولة عباسية. الأقل سرعة. الأسرع. الأسرع الفهد. الأقل سرعة. الأسرع الفهد يا شباب. الغزال والأسد مين أسرع؟ الغزال والأسد. الغزال أسرع. الغزال أسرع. أي نعم. يعني الفهد أسرع شيء، بعدين غزال، بعدين الأسد. يعني أقل سرعة الأسد، بعدين غزال، بعدين فهد. بالضبط. صح. الفهد أسرع حيوانات. الأسد يعني الغزال أسرع من الأسد، متأكد؟ إيه متأكد. يعني الأسد أقل شيء، بعدين الغزال أقل شيء سرعة، بعدين فهد. يعني أنت تقول الأسد. سرعة الأسد. أسد. ثم الأكثر غزال، ثم الأكثر فهد. نعم.
الفهد صح عليكم 120 كيلو متر في الساعة. شمران أتوقع لك ورطة. الأسد والغزال. الغزال 90 كيلو متر في الساعة. تمام. الأسد 58. برافو نجاح. تسأل إجابة صحيحة. الأسد ثم الغزال ثم الفهد 250 نقطة. الشوط الخامس الشوط السادس معروف. ركزوا زين كل واحد مربع من 1 و25 مربع. أنا أول واحد. أنا رابع. يلا شباب هيطلع لنا على الشاشة ركزوا فيها. ركز سامي مش حركة تسكم دي. انتهى الوقت. تمام. 50 ثانية كل واحد يرجع مكانه. رقم 24. زار. برافو. رقم 5. طن. ما اسمعك. رقم كم؟ 5. طن. خطأ. رقم 11. طن. علب. علب. برافو. هي طنان وليس طن. موشكل. يمكن لكم الحرف تحرفان وانا ما ادري عنها. لا. ان شاء الله لكم جزء من الدرجات. جاوبتوا على 3 واخطيتوا في واحدة. جاوبتوا على 2 واخطيتوا في واحدة. معوضين الشوط السابع رشحوا واحد ينافس البقية من الفرق الثانية. واتمنى لكم التوفيق جميعا. فردا فردا مين حينافس؟ فريق فريق. خليك سريع. الصين، الهند، البطيخ، المغرب، اي شيء ارمي. واذا جبت درجة تأخر في الإجابة. كتاب مؤلفه النووي اي شيء ارمي بس. تفضل عبد الله. الله يجزاك خير. عبد الله عمر صاحب السؤال وصاحب الفريق الرفاده ينافس فريقين اللي هو عبد العزيز الوابري من السقايه ونصر كنهل من الوفاده. اتمنى الجميع التوفيق وان شاء الله الكل يجاوب عليها. وسؤال سهل احنا ختمنا في سؤال بلاد الزعفران هي كشمير اللي ما جاوب عليها في الفتره السابقه. السؤال القادم بس طلعوا لي السلم أيوة من 150 إلى 350 نقطة. يقول السؤال أول من ختم القرآن كاملا في ركعة خلف مقام إبراهيم. عثمان. يا سلام عليك. برافو. الدولة التي فازت بكأس العالم لكرة القدم عام 1930. إيطاليا. وقف. الأورغواي. يا سلام عليك. برافو. آخر مدينة كانت بأيدي المسلمين في الأندلس. طليطلة. وقف. لا الحمراء. وقف. مدريد. خطا. الاريونه. اين تقع قلعه الحصن؟ الصين. وقف. ما في اللي بعد. لبنان. خطا. ارمي. المغرب. خطا. حمص. كم مرة حاصل العرب القسط؟ انتهى الوقت. برافو. تستاهلون 250 نقطة. يا استعيال فريق السقاي يشرفونا على المسرح. 250 نقطة راحت لفريق الوفادة. برافو برافو برافو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اجي ولا لا؟ تفضل تفضل. ترى حنا الاقوى فريق السقاي. ترى حنا الاقوى. فريق السقاية احمد الكثيري فهد السعير سلطان الحارتي علي الهمش عبد العزيز الوابري. اتمنى لكم التوفيق كل الاشواط ان شاء الله تاخذونها. اتمنى لكم مثل البقية. السؤال يا لكم يا للجمهور. الجمهور جاهز بس من الحين. ها السؤال يقول 50 ثانية. كم سنة استغرق حفر قناة السويس؟ 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، 13 سنة. قناة السويس كم سنة استغرق حفر القناة؟ 13 سنة. ما دخل. أنا أقول 11. 13. أنا أقول لعيوننا وقت مياط 11 سنة. 11 سنة. أنا محسن. أنا 14. 11 سنة. 11 سنة. الإجابة خاطئة. 13 سنة. وتنتقل للمشاهد. مشاهدين عندكم السقاية.
سجلوا اسمها وكذلك جواب صحيح ام الوفاده والرفاده مع الاجابه الصحيحه راح تحصل 50 نقطه. هذا الدعم منكم لهم وهم ينتظرونكم الان خلال الفتره هذه. امشي لا تطول اكثر من دقيقه. نشوف الاسرع ما ادري ننتظر بس المشاهد وراح اعطيكم الاجابه. عادي قبل شيء حطيت الاجابه. طيب هو عادي بس يعني احتياطا يعني. اوكي وصلت الاجابه من مين والى مين؟ حنان العوهلي العولق عفوا لمين؟ للرفاده. برافو تستاهلون تستاهلون. سمعت الصوت يا اخي؟ مسموع الصوت والله. يعطيك العافيه يا حنان جزاك الله خير. مصورنا هذا عبد الله. خفض الصوت شويه. 10 سنوات. طيب هنا وش الاجابه؟ الاجابه طبعا هي 10 سنوات للاجابه الصحيحه. شكرا ل بس كان هي تعتبر 11 سنه لان كان اخر التجهيزات كملت سنه. اي كملت سنه. نسيو كريك طيب الشوط الثاني بالترتيب من 1 الى 16 كل مربع تفتحونه فيها خصم 25 نقطه. شدوا حيلكم فيها. السؤال يقول من هو اول رئيس للجمهوريه اللبنانيه؟ اول رئيس للجمهوريه اللبنانيه. لا ممكن لا بس افتح مين 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 افتح ثلاثة واثنين افتح ثلاثة افتحوا لهم رقم ثلاثة الراء افتح أربعة لا لا مو أربعة لحظة اصبر اتكلم مع الشباب انا واحد افتحوا رقم واحد حرف الشين بسرعة يا عيال الشعب انشتع افتح اثنين افتح اثنين يلا خربان والله افتح اثنين اثنين افتحوا رقم اثنين شار ألف الشوط الثالث اختاروا فريق يساعدكم في هذا السؤال. الوفادة. الوفادة فريق الوفادة. نشوف السؤال مع أربع خيارات. يقول السؤال من هم الموالي؟ من هم الموالي؟ هل هم المماليك؟ الموالي قصدك. إيه الموالي عفوا. أم الروم بعد الإسلام؟ أم الفرس بعد الإسلام؟ أم الأحباش بعد إسلامهم؟ ها يا عبد العزيز الحمد لله بس صبح. المماليك ام الروم بعد اسلامهم ام الفرس وكذلك الاحباش بعد اسلامهم؟ الفرس ها المماليك. الفرس ينتظرونكم. خلاص المماليك. المماليك نثبت. ثبت نثبت. الاجابه خاطئه. الفرس. الفرس بعد اسلامهم. لك يا اخي حرام عليك. طيب نشوف الشوط الرابع كذلك. جواب متناثر بين او احرفها متناثره بين المربعات من الجواب عليها كذلك خلال 50 ثانيه. يقول السؤال الكميت بن زيد شاعر اموي ما هو لقبه؟ الكميت بن زيد شاعر اموي ما هو لقبه؟ الف ش م لام باء قاف غين الف عين. الاعمش. لا الاعمش. الاعمش. الأعمش. كأنه ما في الأعمش. ما في عين. ما في إيه. الأعمش. هو الأقرب. الأعمش. ها. شيء ثاني. فكر في شيء ثاني. شيء ثاني. فكر في شيء ثاني. عندكم إجابة؟ من عنده إجابة؟ الأعمش. الكميت بن زيد شاعر أموي ما هو لقبه؟ قول الأعمش. الأعمش. هو الأقرب. ها عندكم إجابة؟ الأعمش. الأعمش لو شلت الميم أفضل. الأعش الإجابة صحيحة. الأعش. لا لا عش عندي. معوضة إن شاء الله في المرات القادمة. الشوط الخامس 250 نقطة. رتب المحيطات حسب الأعلى مساحة. حسب الأعلى المحيط الأطلسي الهادي الهندي. المساحة الأعلى. إيه. الأكبر يعني أكبر مساحة أكبر. نبدأ فيها الهندي الأول. الهادي. الهندي بعدين الهندي ولا الهادي؟ لا الهادي. أيوة بعدين الأطلس والهندي. الهادي أكبر من الهندي. الهادي أكبر. الهادي أكبر محيط بالعالم. لا يا شباب الهادي. الهادي أيوة بعدين الأطلس بعدين الهندي. أو الهندي كبير. الهادي والهندي والأطلس أكيد إن شاء الله. إن شاء الله الهادي 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 بعدين الهندي بعدين الأطلس كبير بالأكبر. ها
إيه الأكبر مساحة. تيجي 12 يلا يا يلا شباب 10 ثواني. يلا الهادي شباب. الهادي الهادي الهندي الهندي الأطلس الأطلسي. الهادي رقم واحد 199 مليون صحيحة. الأطلسي 106 مليون. أما المحيط الهندي 73 مليون. الإجابة خاطئة. هو الهادي ثم الأطلسي ثم المحيط الهندي هي الإجابة الصحيحة. معوضة فيها الشوط السادس من 1 إلى 25 مربع. أتمنى تركزون فيها عشان تجاوبون عليها بشكل سريع. بسم الله. خلاص ربكي بدحين 10 ثواني. هذا باز بون زمن درع. هذا بان بون زمن درع. هذا انتهى الوقت. يلا خلال 50 ثانية. رقم 2 نبتة. برافو. رقم 15 70. يا سلام. رقم 22 أحمد عندك وزن. يا سلام عليكم. برافو برافو برافو. الله يوفقكم ان شاء الله. الشوط السابع رشحوا لنا واحد والبقيه ينتظر في المدرج. نشوف الحين بين مرعي تفضل وكذلك بين المنافس من فريق الوفاده مين. ناصر الكنهل فريق الرفاده احمد او اسامه فقيه. توفيق شباب. طيب مستعدين؟ نعم. السقاية مرعي حياك. أسامة الفقيه الرفادة ناصر كان الوفادة. طلعوا لي السلم عشان نبدأ من 150 نقطة إلى 350 نقطة ونبارك للفائز اللي ياخذ 350 أو أقل أو أكثر. ما في أكثر 350 أكثر شيء. ها تعتمد على سرعة الإجابة. السؤال يقول ميناء ميناء جبيل أقدم ميناء عرفه التاريخ أين يقع؟ في المنطقة الشرقية. لا وقف. ميناء ايش؟ عدم ليش اسمه؟ جبيل. جبيل؟ ايه. اقدم ايه؟ ميناء. لبنان؟ برافو. 150 نقطة. في أي عام توفي بلال الحبشي؟ 12 الهجرة. خطأ. فرق. سنة 18 الهجرة. خطأ. ما في إجابة يا أسامة. 22. في أي سنة احتفل المسلمون بعيد الفطر لأول مرة؟ سنة 9. خطأ. سنة 11. خطأ. ارمي. ثالثة. خطأ الثانية. صاحب ملحمة انتهى الوقت. عليكم. برافو يا الرفادة. ألف مبروك 150 نقطة. معوضين جميعا. شكرا لكم. ننتظركم غدا في مسابقة السعي مع نجوم الرفادة والسقاية والوفادة. الحمد لله. شبابنا معا. تميز كلام. ثانك يو. شكرا. ثانك يو مليون. شكرا. منصور هلا بعد شوي بيفصل. كول كول وصل خلاص. اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي طعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوه. اما ايش بعد والله خلاص. هذا مره واحد شباب دخل مطعم بخاري ما ردك والله بيطلب توني امون عليكم الحين بيني وبينكم عيش وملح اكلنا في صحن واحد الحمد لله صراحه نعمنا الله الحين خل الحين لا ما تمون علينا لا لا قبل رمضان احنا انا دبجنا بلا فوق احنا قبل رمضان اكلتنا قبل كم يوم دبجنا فوق انا وانت بكرويته هذا العيون العيون سفرات تميز يقول يقول توي امون عليكم امون وبرتقال أنا قلت شيء غلطت. أنا خويك خويك وأحبك وتحبني على عيني وراسي لكن توصل مرحلة
ما قلت شيء غلط انا يا اسامه. ليه 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 ليه؟ انا بس بنصحك نصيحه يا علي، مستواك في تقدم فانتبه لا ينزل كذا، فاهم كيف؟ ليه يا علي؟ يقول لك بيننا عيش وملح، تقول انا ما ادري ايش. انا اسف، جزاك الله خير، مقبول اسفك. والله حنيت عليك بعد الشهقه هذه. انا ودي اني حقن هذه بعد الشهقه. مرعي العيش والملح. موسى عليه السلام، علي الله سبحانه وتعالى حفظه من انه يعني يتربى في قصر فرعون، صح ولا لا؟ القصه معروفه. ليش؟ يعني رجعه الى امه. يعني الله سبحانه وتعالى رجع موسى الى امه. الله سبحانه وتعالى رجع موسى عليه السلام الى امه ولم يجعله يعيش في القصر عند فرعون، ليش؟ عشان ما يصير بينهم عيش وملح. ايوه هذا الفائده. يعني ما قال عشان ما يصير بينهم عيش وملح، لان لو عملك عيش وملح الوضع ثاني. هات كاستك يلا. بس كان يجي موسى عند فرعون وهو صغير، ودليل ذلك ان اعطاه جمره فاكلها. جمره؟ انا ما اعرف القصه. ايوه والله انت ورطت حبيبي حمضيات. ها؟ ما اعرف القصه. اسلم. موسى عليه السلام مسك بلحيه فرعون وشدها وهو صغير في السن. مصادي شدها. حلو. كان في هذيك السنة اللي ولد فيها موسى عليه السلام نبوة، انهم يقولون في نبوءة انه في اي ولد ينولد في هذيك السنة راح يقتل يقضي على فرعون. صحيح. صح. فلما شد دقن فرعون خاف، خاف قال هذا هو، خلونا نختبره. قالوا انا ما يدري صغير. كان بيذبحه. ايه كان بيذبحه. قالت مرات فرعون خلنا نختبره، ما افهم بزر. فكم فلما اختبروه اعطوه جمره ففتح فمه عليه السلام وهو صغير رضيع. فلدغته في فالجمره لدغته في لسانه، فقال لها اجل صدفه، يعني امسحها بدقني صدفه. قدرا حتى اثرت على موسى عليه السلام. اثرت عليه بعد ما ايه بعد ما كبر، حتى يوم وهو صار يوم تذكر في القران واحلى العقده من لسان يعني هو قولي. نعم صحيح. كان ألتر الله بسبب يعني. لكن سبحان الله كان اثناء دعوته وهو يدعو فرعون كان الله يصحح لسانه. سبحان الله. وغير وهو بغير جدال مع فرعون. وين الثقافه تطلع في السعي؟ ها والله شباب فيها والله من جد. احنا ما ادري احس تجينا ام الركب لما ايه هذه ما فيها. يلا بسرعه قل. اي من جد يا اخي هذه تجيك بحلا بحلا. بس شوف يعني قلت لك زبيده وزبيبه عيزه يعني الله صرف انه موسى يكون مع فرعون عشان يعيش وملح. لا ما يكون بينهم صرفه ليعود الى حضن امه. صحيح. هو صعب عادي يحضن امه. ما توقع ولا صار بينهم عيش وملح. هذا من كلام العلماء. ما اتوقع انه في قاعده انه والله سفت عيش وملح. لا هذه من كلام العلماء طبعا. انا اقول لك هاي من الفوائد، مو السبب الوحيد بس هاي من الفوائد اللي تذكرها العلماء. انا اعتذر والله عشان ما يكون في سوالف. اتوقع ما اتوقع والسوالف هذه اتوقع ما اتوقع. من انت قلت تتوقع؟ لا انا اسف لان السوالف هذه ما فيها اتوقع ما اتوقع يعني. صح. هو يتأثر على الشكل كذا ما اظن هذه. بس نبي سالفه يا سلطان. ما تبغى واحد من سواليف ابو شجاع وابو نيتين عن عيش وملح. يا اخوي اخاف اقول سالفه الحين يقطع الهواء. المخرج هذا سبب شعورك باول ايام. طيب باغته المخرج. لا تقول جيت قلت سالفه ولا نشيد ولا كرهنا وما لا تقول بقول سالفه. ابدا بالسالفه على طول قبل السالفه. ما كرهنا انت اول يوم بالسالفه باغتك ولا مو باغته. لا طلع على طول. الله يعطيك يا ابو صعيون. محبه الله تحمس. يا اخي والله خروف ذا مسكين. ليه؟ شوف كيف منتف. اخي احمد ربك انه والله خلاك انسان ما خلاك. والله في بعض الناس قرفان. بعض الناس يقول يا ليتني كنت ترابا. يا علي يتمنى يكون خروف. الله لا يجعلنا منه يا رب. في شايب طلع برا المملكه وشاف الخضار وشاف النعمة وشاف الأشجار والدنيا كلها والدنيا كلها خضراء. قال طالع في ولد زكي قال يعطيه
والله الواحد يتمنى انه عنزه هنا. الهمزه منهم ذولي. والله من نعمه هذه الواحد يتمنى انه تيس. ولا ناقه ولا ولا سياره. ناقه ولا سياره كذا. وين زبادي؟ تحول تحول يا اخوان. والله اسحاق اطلق بقعد. اسحاق معليش يا سامح. ما بيه خاتمي خاتمي خاتمي. ما بيه رجع. انت تقول وين الزبادي؟ ما حتكلم. والله انك زبدان يقول زبادي ذيك النكته. ايه هو للحين ماسكها. عزوز عزوز ارمي ارمي عزوز اللي تقبلها الشباب. عزوز وابري ارمي 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 هنا بالعصير الحين هذا تحس انه مجنون ولا بننفجر ولا خاتمي ولا علي دايم والله ما والله يا الله خاتمي لا كريمي حبيبي كريمي كراميلي انت ابو شجاع على طول يفيد الصوت عليه الهمس والله فهمتها وش يا كريم انا قلت كريمي كراميلي انا قلت عادي عادي كريم من جلي انت لابس عقال على الفاضي صرنا ولا حكم عليه اخلع يا شيخ والله في واحد ساقي اسمع يمسك ما بقي اي والله بالعقل اللي فيه وش عرفت قام يروح بدت الجبهه تتوسع اي والله لا شو نحن نحاول نغير البلديه عندها ازاله في تخطيط مخططات ها والله هذا يصلح زي كرش الشمراني مكان العلاج روح ما بينه جبته كبيرة يجب من البيت روح ما بينك جبته كبيرة أكثر أنها صغيرة اثنين شبر أنها مثل هي مشو شو شعر مغطي بسم الله عليه لا شوف أنا جبهتي فيها واي فاي تدري اشغله والله اشغله شوف 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 عالم الواي فاي وانت مسوي واي فاي ما جاك مخمس جاي مش 5000 النعمة الله يصلح الله ياخذ عمر ابليس والله انه ياكل يجيب العيد في اللي حوله يلعب يجيب العيد في اللي حوله يا الله يا دم 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 ساعة كم ايش بك ايش بك ايش بك ايش بك زعلت يموت شوف 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 مين هذا شوف مع نفسك دخلني انا فيك مو غيره معك والله انت ليه تزمت جنبي لا تزمت معن معن دخلت تحت النظاره معن 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 ها لا 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 اخر واحد يشيل السفره والله ضرب حوالي بسم الله الرحمن الرحيم والله يا اخوان بالنظره بس من نظره الرجال طيحت بيبسي من نظره الرجال تخرج حلومك اسلم يا اسحاق مناديل مناديل معهم بالصلصه ولا تخلي احد يعجب فيك وتسوي اشياء خطا صح وتكون نيتك لله لا اله بس جاب مظاهر قويه يعني كان صريح الفرق انه كان واضح تدرح لما الموضوع الحمد لله اني قبلها انا متكلم على البنات ان انا لما ما ارد احتراما ايه سبحان الله قبلها بساعتين وجاء الموضوع بعد والله هنيك ياسر ما شاء الله عليك تسلم يا شرطة فوق فين اي والله فيني حبيبي اسحاب حبيبي اسحاب شكرا يا اسحاب حبيبي جديد حرام يا اول لبسي مدري ثالث لبسي والله عبد العزيز انت خطير والله خطير
الله يسعدها الروب سليمان. هلا وعافية. مني؟ وما زل الروب سليمان. يا اخوان في تحولات بشرية. هذه واحدة من متابعين. هذاك السمراني ما في الا هو. ما. متابع تفاصيل التفاصيل. قبل ما ينام يطلع كانت تتحول مباراة بزجاج الأحمر كان فريق بين فريقنا وفريق الدراسية تراها. طيحت كاسر. كانت لعب عبد الله سبحانه وتعالى وقفه قويه فوزت درس الثلال علينا. اي والله كان سؤال يفرق. كنت بكمل الزجاجه جابت انكسرت الدنيا دوار. استنى الله يوفقك. الحمد لله. كل ترى انا قلت بلحق الرجال قبل هم ياخذ على الغام دي. هي يدي ولا جدتي؟ يدي تجعني. لحظة ولا تورطة؟ تورطة صاري وحني. هلا والله. الحمد لله. والله بنعمة. طيبين. هلا. مبسوط علي. تدري ليش شبك؟ لا 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 أحمد. إيه. الله. حياك الله. كيف عرفني. مساك بخير. أنت اللي تطلع في التلفزيون. إيوه. إيش تبي أنت الحين؟ ممكن سيلفي. ها أحمد. صورة. لا لا لا. أحمد الكثيري بالشطة. طيب عشر نجوم. لا لا لا. أحمد الكثيري بالشطة. إذا دخلت إيه. أحمد. إذا دخلت. والله حلو. أسود. فندق 10 نجوم. اذا دخلت محل انا بشتري لي اغراض مثلا ولا ملابس ولا شيء اتمنى احد يدخل ويجينا عند الكاشير قدام حاسب يقول مرعي ممكن تصور معي تخبير قد صارت معك ذا لا صارت والله بس يعني ما خفض بدا عرفت اللي سالفه لا والله لا والله لا والله ذي لا والله لا والله خل خل احزاوي ما ادري يقولوا عندكم برنامج صح؟ ها؟ عندكم برنامج في مكتب غسل ولا تمسك شيء في يدك خلك لحالك بعيد ابغى اجي معاكم لا 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 تجي ليش؟ ما نبيك حتى انا ما ابغاكم يلا يلا انقلب والله شكرا لك ان شاء الله الحياة حلوة لا 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 هذا الشيخ ماجد؟ لا هذا ماجد ايوب ماجد ايوب يوتيوب سلام سلام قام حبيبي تخيل حياتك كذا لا 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 الله يجزاك سامي بالعافيه العجواني صح؟ لا مو اوه بندر لا لا اتصل يدك بدي هذا مسكت معاه كذا في تعارف انت سلمت علي؟ بندر باجبه؟ ها؟ باجبه مخرج المسلسل فندق 10 نجوم اهلا وسهلا ما شاء الله مرحبا مكه تجي معنا؟ ايوه المفروض ايش عندك دحين طيب؟ مسكت معه ايش عندك دحين هنا؟ اتصل يدك بدي عشان تنظف ابغى اتعرف عليك يعني ممكن نكون اصحاب تورطة تحتاج بندر تورطة متكبر بندر تورطة ممكن يصير اصحاب بندر تورطة في شبكة تورطة صح بندر الصوت جاي من بعيد خارجي خليه بندر هذه الملهيات اي هذه الملهيات بندر تورطة يعني كذا شبكة مقطعه هذه عقال ما شفت واحد صغير مار من هنا شو والله قول شباب شو استمر حرجع لك ان شاء الله استمر طوطة بندر طوطة سامي العجوني هلا ابويا انت تقلد الاصوات ما شاء الله ترى كيف حالك عساك بخير ما ادري يقولوا عندكم برنامج هنا صح وشو برنامج في مكه تجمعنا اي والله والله ما شاء الله اي والله بس كيف البرنامج والله الحمد لله برنامج مكه الهنا ما شاء الله اول ظهور لنا معنا نحيا الهنا معنا نرسم طريق الخير 50 سنة عايش تبدأ من الصفر وعايش على الله ثم على الناس عشان ايش يقول هذا قابلتهم بنفسي انا قابلتهم بنفسي قبل شهرين يقول عشان خايف على هذول البنات الله لا حد يجي يغتصبهم ولا حد يجي ياخذهم ولا حد يجي يقول عندي 5 بنات وش اسوي فيهم في ديار ما فيها امان في ديار ما فيها امان في بلاد ما فيها امان والله يجيك واحد بالسلاح يلا وش اسوي فيهم ناخذ فاصل امانه شاب والله الموضوع جاد يعني و في فاصل امانه جدا يعني احنا لما طلعنا مبادره اول حاجه العم امين يسلم عليكم سلاما كثير العم امين قابلناه في الطواف يا الله واحد اثنين الله يسلمكم يسلم كل شر ويشافيه يا رب ويعافيه ويرفع عنا كل مبسوط والله مبسوط سلام عليكم اثنين تروح يتابعنا عليكم السلام الله يجزاه خير رفقاء هذا اول امانه ثاني امانه عجيز امراه كبيره امراه كبيره في السن في السعي
جميل ممتاز معك. انا وعلي والشباب فهد الشباب عكسينها وعبد العزيز هي يعني هي ها هي تمشي كذا بالسعي احنا عكس ومرعي والشباب كلهم والنعم فيكم عكسين طريقها والله تقول وقف 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 وقفوا انتوا حقين بدايه صح انا والله ما اعرف اسميكم بالضبط انتوا حقين بدايه عشان كذا انا جيت اطبق عليكم جيت قلت لي نعم والله كذا تقول الله يوفقكم والله انا نتفرج عليكم الحمد الله يسعدكم مفرحين يوميا مسك خط دعاء اي والله يوميا قاعد اتابعكم الحمد لله تسلم عليكم سلامك انا اقول والله لو ما نطلع بهذا البرنامج اللي دعوات يا اخي الناس والناس تدعي والخير اللي يجيك كمال دعوات الناس طيب وش الريتويت اللي سويته نعم والله العظيم لو انت سويت ريتويت افضل سويت بس ريتويت افضل والله اقتباس يا علي انك لو ما سبقت اقتباس والله تقدر تسوي اقتباس يقول لك كمال الظاهر والباطن لا لا هذا بس قليل هذا بعد صلاة الفجر في القصة العجيبة الكمال عزيز والكامل قليل الوجود الله. فأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن يسلام. فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن خلقاً. تسمى خلقا الله عليك خلاص مدام منتبهين يكفي هذا سطرين كفاية الله بارك الله فيكم رفعت الجلسة محكمة بندر بندر والله وايمان خمسة لين العقادة على ظهرك ان ابوي ذي الحين يشوفني تعال فاكيد انه بيقول ولد رجال هذه وش يقولون لها ذي؟ لا ترى ابو احمد جاب لنا رجال هلا 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 ايش عندكم هنا يقولوا برنامج هنا والله في واحد مشهور ايوه اسمه مرعي ايوه جينا نتصور لان ادري بالبرنامج النهائي اللي بيصير وين والله ما تروح يا رجال عين خير عين خير بقولوا شبه بقولوا شبه عندي والله بقولوا شبه عندي العيال عندنا. ولازم اجيب لهم اغراض شبه عندكم شبه فوق يبون فنيه وما فنيه ايه طيب أيوة. والله والله انسان والله اقول شيء عبد العزيز تعال عندي مصارحه معك الله يحبكم كلكم واحد واحد استغل الفرصه بقول شيء قول شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله استغل هذه الفرصه بقول شيء ثاني يا جماعه انا بس الفرصه بقول شيء ثاني شيء ثاني كل خير انا واسمك كل خير واسمك لا انت كحل لو صليت على النبي اي والله والله مو من ربطتك من ربطه على كلامك على كمال ما تبي تحترم كمال الله سبحانه وتعالى يعرف بالنقص في المخلوقين كلما رأيت النقص في المخلوقين كلما عرفت كمال الله سبحانه وتعالى لما ترى النقص في علمك تعلم بذلك بالنقيض كمال العلم عند الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول ولو كنت أعلم الغيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير هذا دليل أنه الله كامل العلم سؤال يا شيخ ماثر عادي لو واحد سمى كامل كامل هو الله عز وجل واسم من أسماء الله عز وجل الكامل هو قصدك كاسم؟ كاسم بشري يستفتى العلماء لست عالم من الله أعلم في أسماء كثير كاملة الأسماء ذات عالم صح؟ نعم؟ أتحداكم ليش؟ بندر مجمع أتحداكم حياك الله مرحبا كيف حالك؟ تفضل والله أنا أتابع أهلاً هلا والله صباح أنا شفت واحد مشهور بعدين تعيش أنا واقف على التمرين عشان كذا شوف أنا تمرين أبصر معك جواب أصور معك لأني ما أحد الموجة شوف طيب أحسن ها؟ ما يا علي علي ايش هذا هلا الو شباب واحد المود طلعت انا بندر هذا مش ماضي اتحداكم الو ايوه هذه مش شرقيه اللي لابسها والله كان لا لا هذا حق علي الرجال يتكلم يا شباب اسمع اسمع مع اتحداكم ليش سموا كامل المود طيب خسر على ابوك مسلم لانه كان يشرب شاي مر كامل المود والله ما رميت حطيته وشو كامل المود هم اجوا يلبسوا كامل المود لاعب الاهلي لاعب النصر لا الحين تعاون انتقل خلاص اوه تواتر عندكم ليش سموه زي بالاسم هذا كامل المر انا جاري سكر قصير والله يا سلطان عندنا عمر معه وصلت عنده عندنا عمر في سوريا بتفرط من الضحك
ها عندنا عوائل سورية بتفرط من الضحك. عزيز جنب علي ها بتضحك يعني تخليك تفرط من الضحك. هذا ليش عوائل اسماء كريتي مهايتي ما راح اقول انا طبعا بس اسماء بتضحك. كامل المر لها قصة يعني انه سموه كامل المر. لا 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 اسم علي غامدي سلام فقيه انت كلكم من فاطمة يا ولد فاطمة ولد فطوم لا مش بعيب اسم امي والله هيا هيا لا 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 مو يا جماعه يا شيخ عبد الله اسم امي منيره انا اسم ها منيره منيره ولا انتم خسرتم اذا مو في الامور منيره لا 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 انا اسم امي نور تصنات صحيح نورة ها كيف اساعدك والله الله يخليها لك شيخ نورة اي والله صح ارجع شوف ايش سويت مع ربنا مو شرط حضرت الوالدة يمكن بلاء يعني بلاء اللي انت بتحس الذنوب وزياده والله يا توقع بس بدمع مو شرط بس والله صدق ما لا يا ياسر هذه شرقيته من شرقيه علي الله يخليك تبغى بس شباك شرح لي وانا اقول لك صغيره لا 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 ناصر الكنهل والله انا يعني ما احب البس الثوب عشان اريح بترق زي كذا طقيه معا بس هي تغير ما عندي الا هي احلى لا 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 مش معقول مش معقول سلطه فواكه الله لا والله بس والله بشهاده هو احمد جدي عمل بعد الله سبحانه وتعالى ان نتحرر من هذه السماكه لا لا والله هو قال خلاص صراحه لا مره لا ما شاء الله مجلس خلال 10 دقائق 200 سنه ايش؟ يعني 200 سنة تحولنا من 200 سنة سماجة ولا سماراح؟ ايش؟ كل واحد يدعس ويش صح يلا بصير زيه بصير زيه هذا مرة واحد ترى والله متعة الحياة جاي يقول لي رجع جاي يقول لي ما عندي يقول لي شفتك اخوي انت اللي صح شباب هذا ايش جاي؟ صراحة تعسة ليلي ليلي شفت ليلي ليلي هذا قال لي تمام شو هذا ايش جاي؟ ايش قال؟ قال لي انت تمام الدكتور علي ما شاء الله هذه طاحت من شعرك طاحت من شعرك لا 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 هذا محمد الشمراني قاعد يغسل بها يده انا بك شمراني غسل لا 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 سلطه فواكه ليش قلت فزت عليه قام طيب كنت بروح له ما مسح الصوره مسحبوها شباب اكلنا شبعنا ما ادري ايش والله على هرجه اكلنا شباب استغفروا خلاص امس لو سمحت العقاد امس كنت اقول لعلي الغامدي وبعدين قلت لماجد ايش قلت حق علي الغامدي بعدين قلت حق ماجد ايش الحمد لله الحمد لله ابدا ولا ابطل لا ابدا بس لا تبطل بطل ولا ليز من الاخر شاف بطل تعبان الشيخ ماجد حط صفر والله بالصحن يا عشان ما نغلط احنا كمان لحيه وشنب سمك بالغلط ايوه سمك تفضل والله يعجبني اللحيه وسنب اقعد الله لا يبارك في الادب ابدا ولا ابدا يا شيخ فاضل ابدا ولا انت اسمع عندكم واحد زي كذا لا والله انا في الغرفه لا لا ما علي ما علي لا والله احنا في الغرفه انه نبرك في بطنه لا لا والله شوف اذا بديت ما حيبدا انا اعرف تفضل الشيخ امس قلت لعلي والماجد قريت كذا مقوله عجبتني ما انا ما قلت لي اعرج بين مقعدين أعرج بين مقعدين كفارس لا يشق له غبار إيش معنى الكلام هذا؟ أعرج بين مقعدين كفارس لا يشق له غبار هذا شجاع أعرج أعرج يا شباب أعرج بين مقعدين هذا مثل كفارس لا يشق له غبار مثل أعرج بين مقعدين يعني الآن هذا الرجل هذا الرجل أعرج أفسر معك إيه؟ شارك أتلقف فيه ما شاء الله في مشاركة إيه أعور بين عميان كفارس لا يشق لها غبار يعني يعني انا خلاصتي من هذا الكلام ايش ايش والله انك ما تستيق ايش ابغى اطلع من الكلام هذا انه فعلا وفي انفسكم افلا تبصرون وفسر الماء بعد وفي انفسكم افلا تبصرون يعني هذا الارج الان ممكن يجلس يا عمي مين اللي طافي مايك مين 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 يا فؤاد اصبر مين يا فؤاد بندر بندر الله طفيناه وشغلناه الله يحفظك يعني ممكن يجلس يجلس طول عمره زعلان ومتضجر انه انا احرج ويستحي انه يروح مثلا مجالس الرجال او كذا خليه يروح اماكن معقيد
لا اتكلم يعني انه فعلا في ناس نفسيته تتعب انه هو اعرج او في عاهه معينه. هذا الاعرج لو جبت جنبه اثنين معاقين ايش يقول لك؟ يقول لك انا كذا لا يشق له غبار. الاعور نفس الطريقه تجيه وجنب اثنين عميان يقول لك انا الحمد لله طيب. سبحان الله. ففعلا وفي انفسكم فلا تنصرون. احنا الحمد لله نقدر نصوم تسحرنا وجالسين الحمد لله. الشيء بسيط هذا الحلا في ناس محرومه منه. صحيح. ما في ولا عاهه بس محروم من الحلا. نفسه ياكل حلا ما يقدر. في ناس ما يقدر يطعم ما يتذوق. صح. تخيل بالله تاكل وانت ما تعرف ايش جالس تاكل. هو حلو هو مر وحامض بالله تخيل بس كذا فكر وانت جالس تاكل تدق من النعمه بس تعبي ما في اي مذاق. انت عاقل وكل شيء في حواسك شغاله الا المذاق بس. الله. كل شيء عندك شغال ما في متعه. اذا جرب اذا احترق لسانك. طيب انا حقول لك حاجه الحين هذا خروجا يعني النص بس هذه نكته على موضوع الدوق على الدوق ده تحديدا. واحد فتح عياده يقول لك اذا عالجناك تدينا 100 اذا ما عالجناك نديك 300. راح واحد قال هذول ايش ساقين انا اروح واشوف اذا يعالجون. راح دخل عند الدكتور قال له اسمع انا فقدت حاسه الذوق كله ما بتذوق اي حاجه. قال له اكيد؟ قال له اكيد ما بقدر اجيب لي اي حاجه ذوقها والله ما بقدر. قال له خلاص بس يا عوض ادينا قزازه 33. جابوا له القزازه فلفل حار محطوط في القزازه هذه حطوا له بس شويه في لسانه. قال له يا اخي ما ده فلفل عديل. قال له ها خلاص جيب ال100 جيب ال100 خلاص انت كده كويس. خرج مره هنا مصنم هذا ضحك علي كيف رجع له ثاني مقهور رجع له قال له اسمع انا ما صرت اتذكر اي حاجه ما بتذكرها. قال له يا زول عليك الله. قال له والله ما بتذكر اي حاجه. قال له يا عوض ادينا قزازه 33. قال لي ده ما تبع الفلفل. قال له خلاص جبت تتذكر خلاص كده تذكر دخل فما يستفاد من هذه القصه. شكرا. دخل رجل ارجع الموت حقك والله هارون رشيد هذا رجل واعظ فهارون رشيد ملك فدخل عليه الواعظ فهارون رشيد يقول الواعظ عظني اعطيني موعظه. قال لو كنت في صحراء وليس حولك ماء وأتيت لك بكأس ماء وأنت عندك هذا الملك كله كل الملك هذا أنت إيش ملك؟ ملكك كبير ملكك كثير عندك ملايين عندك كل شيء كاسة موية وأنت في الصحراء وحتموت كم تعطيني مقابل هذه كاسة موية؟ كل مالي. قال أعطيك نص ملكي. قال ممتاز. قال إذا شربت الماء وحبس في جسمك ولم تستطع يعني أكرمكم إخراجه أو تتبول ماذا تقدم مقابل أن تتبول؟ قال نصف ملك الآخر. قال ملك لا يسوى شربة ماء يعني ملك يعني لا يستحق أن تعيش من أجله. صح. في على طاري النعم يا أخي لو واحد استشعر النعم اللي إن أتاه الله سبحانه وتعالى لنا نعم كثيرة يعني مثلا نعمة الإسلام لو ما طلعت تخيل لو انك ما انت مسلم يعني تخيل لو انك ما انت مسلم الان في هذه الحياه وش يكون هويتك وش يكون وضعك؟ تخيل لو انك في بلد غير امن حروب من كل جهه واضطهاد. تخيل لو نعمه مثلا نعمه البصر نعمه السمع نعمه الحواس نعمه الاهل نعمه اللحمه الاجتماعيه اللي قاعد نعيشها مثلا الحين قاعد نشوف المراكز الاحياء وكذا والتكاتف الاجتماعي ومشهد العمره ومشهد الشباب العجوز اتوقفهم وتقول لهم يا عيالي انا اتابعكم وكذا وتدعي لهم. اي الله اتحداك على كثر الكثافه السكانيه مثلا في اوروبا او اي بلدان الغربيه والشرقيه اتحداك تشوف المشاهد هذه كلهم في حاله ما في مشاهد هذا متعطل هذا يسعفه وهذا نزل عفريته وهذا اغلب احصائيات الانتحار والقتل والاختطافات والسرقات في اوروبا ما تلقى كل واحد من حاله في شان ناس بدون ما تخيل احنا ما عندنا في اوروبا بالنسبه في الصين تفضل. انا رحت للصين قبل تقريبا سنه اكبر نسبه انتحارات اكبر شيء اليابان الصين في جنب معرض كوانزو يابان. شو؟ معرض كوانزو معروف هذا معرض حق العرب نازل انا من المعرض جالس اتسوق كذا ثم نزلت
مو بتسوق، يعرضون منتجاتهم يعطونك ارقامهم تتواصل معهم وتروح شركاتهم الشركه إيه؟ معرض تجاري. ايه رحت انا واحد من الشباب، يوم نزلت من المعرض الا في عجوز طايحه على الرصيف تبكي وتمسك رجلها. الله يشكيكم مال الجميع. معنا مترجم. الله يبتلك. والناس تمر ولا هم حول. والناس يا رجل تمر ولا احد معطيها وجه. بس تخيل. الناس تمر حتى ما تطالع في العجوز. هي طايحة. هي طايحة وماسكة على رجلها ورجلها فيها دم. معنا مترجم صيني مسلم. قلت يا اخي ايش اسال العجوز هذه ايش فيها؟ سالها ما تتكلم. وتشر على رجلها. جاء واحد من المحل اللي مقابل العجوز هي طايحة. قال هذه صدمتها سيارة الحين. طيب اتصلوا على الاسعاف، ما في اسعاف عندكم، ما في احد يفزع لها. جلس يضحك الصيني. قال في ناس يعني يندعسون ويجلسون بالساعة بالساعتين والسيارات تجي وتدعسهم وتدعسهم وتدعسهم. يقول ولا حد يعطيهم. يا اخي في دراسة عن طريق الدكتور عبد الباسط. وين وصل؟ نقل عنها الدراسة. زحمة ترى زحمة. يقول لحم الخنزير تخفيف ورحمة. الاكل من لحم الخنزير يقلل من نسبة الغيرة. الغيرة والشيء الانسان الفطري انه ايش مثلا تفزع لخويك او تغار عليه او تغار على المحارم او تغار على الناس او تغار على القبيلة اللي انت فيها. لحم الخنزير ينزع هذه الخصة من الانسان سواء رجل او امرأة. في حاجة قوية صار. اسمح لي انا اسف بس حاجة قوية واعطيك مجال. لا اول مرة اقاطع بس حاجة قوية جدا. اول مرة اقاطع صراحة. تعرف ليش؟ بس بقول اعلان وبخليك انت تعلق بعد. صح. لان في والله بس اول مرة اقاطع. اول اسلم اخوك. لا عليك. بعطيك مجال اول مرة اقاطع معليش. امريكا اليوم ولا امس امريكا الولايات المتحده خلوا زواج المثليين رسمي ومسموح في كل الولايات. Yeah. كل واحتفالات. يلا كمل على الغيره من هكذا. اسف بس كان شيء مهم. انت قطعت. نحمد الله سبحانه وتعالى. بس معلومه بسيطه عشان ذي اخذتها. حديث الافكار هو حبل دخان. اذا نفخت فيه قطعته. فانا الحين حبل الدخان حق انقطع. انا اقول شيء. رجع حبل الدخان رجع. المهم فلذلك اغلب الاشياء اللي ما فيها غيره واللي منزوعه الغيره اللي نلقاها في الاوروبيين والغربيين لذلك دائما ترى عند العرب الفزعه والشجاعه والغيره والشيمه. ليه؟ لان ما هذه المأكولات عندنا. اللهم لك الحمد. والله يديم عندنا ليفل. بعدين تراهم غير دراسه طبيه من الدكتور عبد الباسط سامع من فيديو الثقافه العامه عندهم. هذا جانب لكن هل هذا هو يعني لو تسال امريكي كيف لو يعني تسأل أمريكي تقول له من هو الخنزير لحم الخنزير نجس نجس ودراسة طبية تثبت أنه ينزع خصلة الغيرة. أوكي لكن أنا سؤالي هل هذا هو الأصل؟ خلاص مش أنت لا تقدر أم الحالة يا أخي. مبرر عندك ثاني. ما في ما زيوب بندر صدف أمه ثقة ثانية. عشان الله يعافيك عشان ما عندك ثقة ثانية. ما أعرف لأنه في جندل نرجع للكلام اللي قاله أسامة. بندر ما جابها. هذا انت قاعد كل خامس عشيبان جالسين نسولف زي كذا اعطونا بالحليب. اي والله يا كلام على ابوي دراسه ان فنجال حق الزنجبيل صك في راسي. قلت سم والله ما تعطيك ولا دراسه ثانيه. نرجع لموضوع اسامه والله لو اسامه يقول نعمه الله سبحانه وتعالى على ايش؟ والله يزعلون على النعمه اللي احنا فيها. يعني حتى في 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 واحد يقول لي راح مستشفى اللعاب اللي احنا بنتقرف منه بعض الاحيان وما ادري اللعاب. لقى واحد مريض مسكين ما عنده اللعاب الماده هذه الماده اللي تفرز اللعاب فمه على طول مفتوح وناشف. مجرد اي حركه على طول تتقطع اللثه من جوا ويطلع الدم. فهذه نعمه نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. عشان كذا الشباب انا استغرب من بعض الشباب. كلام مهم صراحه. انا استغرب من بعض الشباب لما اجي اسالك مثلا يا علي او يا همش او يا اسامه اجي اقول لك كيف حالك. بعض الشباب يقول لك والله الحمد لله بخير. ماشي يقولها الحال. ماشي الحال. يقولها يعني بكسر. يا اخي انت تحمد الله سبحانه وتعالى على الصحه على العافيه انك صحيت من النوم اعطاك رجع لك البصر رجع لك انك تقدر تمشي تتكلم تسمع. احمد الله. الواحد يقول لك كيف حالك رجع لك روح. هذا الموت الصور. قول الحمد لله. قولها بعز وافتخار حتى لو ما معك فلوس بصر. حتى لو ما عندك لو ناقص شيء في العافيه عندك لو اي شيء احمد الله على كل شيء. احمد الله على الاسلام. سلي ياسر سلي ياسر اقول لكم سالفه صارت لي قصه عجيبه هذا شاب قبل رمضان بشهر ونص
جاء مرض الأخوه في المعدة، والله من قبل رمضان شهر نص إلى الآن وهم يعالجوا فيه إلى الآن، طب ما أكتشفوا وش فيه. الله يشفيه يا رب. إلى الآن ما يدرون. من هو ذا؟ أحد الشباب الله يستر عليه أحمد خويا. إلى الآن والله ما أكتشف الطب إيش فيه وش مشكلته، إلا إنه وشو هذا مرض نادر إلى الآن لم يكتشف علاجه. تبي تستشعر؟ مرض نادر لم يكتشف علاجه. سبحان الله ما يأكل له سوائل، خلاص في المستشفى مشدع على ظهره. أنا أتمنى الله يشفيه. قيمة النعم. الله يشفيه رب عافيه. زيارة بسيطة للمستشفى. صحيح. كنت بقول أخذته من لساني. صح. زيارة بسيطة للمستشفى، أنا من بداية الجلسة وأنا ودي أقولها أحتاجكم ترجعوا للموضوع. زيارة بسيطة للمستشفى، خذ لك لفة على قسم الباطن، خذ لك لفة على قسم العظام، خذ أهلك معاك، خذ لك لفة على قسم العمليات، خذ لك لفة على قسم الطوارئ لحاله بهواي. يعني صدق تحس بقيمة الأنعام اللي عندك، في أشياء غريبة. أنت عملت في مستشفى يا علي؟ عملت في مستشفى يا علي؟ النعم آسف. علي عملت في مستشفى؟ يعني وش الأصعب مواقف اللي واجهتك اللي خلتك يعني تشعر مثل هذا الشعور إنه النعم اللي أنا فيها ما تقدر ثمن؟ موقف معين أو حاجة معينة ذكرتك بشيء إنه هالنعم اللي أنا فيها ما تقدر ثمن؟ والله دقيقة بندر، الرجل جدي. مين اللي ماسك الدائرة هنا؟ أنا وماجد. طيب والله في موقف جتنا حالة حطوها في قسم الإنعاش، شاب صغير يمكن عمره ما يتجاوز 25، مغمى عليه، حياته معتمدة على الله سبحانه وتعالى ثم الأجهزة، الرئتين ما تشتغل إلا بلي مدخل من هنا، تساعده على التنفس، كان عنده ثقب بالرئتين، الرئة في عليها زي الغشاء، هذا الغشاء مقطوع فالهواء قاعد ينسب من برا وقاعد ينزف نزيف داخلي، فاللي هذا اللي من هنا يطلع النزيف، والتنفس يتحكم فيه جهاز. فحياته سبحان الله يعني رجل في قمة شبابه وفي قمة قوته، يعني تو شباب مثلي ومثلك، يعني أشوف وجهه لسه شباب، وحالته سبحان الله يعني في خطر، نسأل الله لنا وللجميع الشفاء العاجل يعني. في النقاهة يعني هذه أصعب حال في النقاهة. ما أذكر أنا هذه اللي جت ببالي. أنا عورني في قلبي يوم رحت يوم العيد نعايد المنومين في مستشفى الشميسي العيد العام، عيد الفطر، يوم جينا عيال لقيت ولد صغير عمره 7 سنوات جالس وعنده غسيل. متى؟ يوم العيد. غسيل كلى. غسيل كلى. ويغسل 3 مرات في الأسبوع. اللهم لك الحمد. وجالس ومنسدح. اللهم لك الحمد. وحاطين له الأجهزة. وفي يده أيباد. جالس يطقطق فيه. يوم دخلت زي كذا يعني ما تتصورون إيش كان يتفرج فيه. ما أدري هم قالوا له بيجيك فلان وفلان 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 وراح وفتح الجهاز وتفرج، ولا صدفة؟ صدفة بين الناس. على حسابك في الكيك. والله داخل على حسابي في الكيك وجالس يتفرج. سبحان الله. طالعت فيه زي كذا، تعلقت فيه الولد والله تعلقت. والشعور لما شافك أول ما شافك يا الحقيقي سكت كذا تفرج فيه زي يقارن يطالع فيه زي كذا، ثم طالع في أخوه، ثم طالع فيه يبغى يقوم بس ما هو عارف، فهمت؟ قلت اجلس اجلس. يوم جيت زي كذا وسلمت عليه جلس نسولف شوي، ثم وراني الايباد حقه الايبود اني قاعد اتفرج عليك انا يعني. طالع زي كذا قلت قال انا كنت اتفرج فيه قدام تجي، والله اني حزنت كذا من غير لما نزلت طالع في اسنانه وفي اللي قد عمره جالسين يلعبون طلطيع ومستانسين. والله اسنانه اللي فيها اسنان في النقاهة في النقاهة شوف. في يوم دخلت مسجد لواحد يصلي لقيته فاتح المصحف، فيوم دخلت لقيته فاتح الجوال في انستغرام. هذه الفصلة تجي مستشفى النقاهة اللي بطريق الخارج الفصلة تجي العزيزية من هناك. تفضل يا سامة. فيك لنا زيارات دورية كذا عندهم، زور الشيخ عبد الرحمن الشهري وسالم مروان وكذا. في هناك ناس مسدوحين على السرير بال 18 سنة 20 سنة
وهو على السرير ممدد بس يقلبوه. خلاص كفايه تيجي الممرض او الممرض يقلبوا يمين يسار بس عشان جلده. بعضهم يا شباب بالله فكوني من السواليف دي اقسم بالله عشان تعرف نعمه ربك عليك. الحمد لله خلاص الحمد لله. طيب مو عاجبك بس اسمح لي بس اسامه. لا بس كم بقى على ذا؟ كم بقى على ذا؟ ربع ساعه. تفضل اسامه. ربع ساعه ترى لا مو ربع ساعه بالله. لا 10 دقائق الله يشفيه. ربع ساعه يدنا 4 تقول بعضهم انت صح؟ صلي اذبح الله يشفيه. ادعوا لهم بالشفاء يا اخوان. الله يشفيه. هذا على قاري وش عبد الله ندعي كلنا. امين امين. اللهم يا رب لا تكلنا الى احد غيرك. يعني يا رب لا تحوجنا انه احد يجي يقلبنا ولا احد يغير لنا. هذا هو يعني ادعي من قلبك يا رب لا تحوجني الى احد ذله. والله الله اسال الله لا يحوج اي احد لا احنا ولا مسلم ولا مسلمه الى اي احد. انك يعني تضطر تكون في السير ويجي فلان يقلبك وفلان يغير لك يا رب لا تحوج. هذه اعظم نعمه انه انا الله لا يرخص بالله. ماجد هذا الحمد لله ماجد الدعاء ايش في كل مرضى. اسمع هذه في زيارات وانا هل الشباب اللي هو ولا اسمه فيصل الشعوان اتوقع انه في طبعا فشل كلوي. فشل كلوي كل يوم يغسل كل يوم مو كل يوم 10 ساعات. شاب زاروه انا ما تسرت زيارته صراحه بس متواصل معه عن طريق مواقع التواصل وكذا. تبدو لي اهله اللي ماسكين الحساب. كاتب في البايو امنيتي انه اذن في الحرم المكي. صوته مره جميل ولد عمره 11 سنه تشوفه ما تعطيه 11 سنه تعطيه 7 8 سنوات وكذا. سبحان الله يا اخي في الظاهر زار ان هذا رصيدك اذى. اي نعم وفقنا الله سبحانه وتعالى كلمت له كان اللي يقرا القران. اي نعم صوته جميل هو حتى انشد انشودت اللي هي حقت حمص الدروب الثانيين حقت عمر عمير صوته جدا جميل. قال ابغى هذا. كانت فواز الحارث وقتها سبحان الله كان هو الوحيد اللي ممكن اقدر اتواصل معه لان كان سعد القحطاني يجي يوم في الاسبوع واذن. فشوف الهمه شوف كيف التربيه رغم المرض والله العظيم شيء عجوبه. انت اللي تواصلت مع فواز؟ انا تواصلت مع فواز ايه خليته يجينا زد رصيدك. ايه كانت فواز قلت لي اذا بحال لان وقتها زد رصيدي كان صار في تضخم عندكم. انا هذاك يوم يجي انا كنت الله يكرمك والسامعين بدورة المياه. لا حول ولا قوة الا بالله. انت صريح بعد ها؟ يعني مو يعني كنت مشغول يعني. لا لا عشان اعلمك قمة انشغالك تواصيلك مرة يا اخي انت تحليلي. ايوه وبعدين كنت مشغول مشغول بحلو كذا كذا. المهم فجأة سمعت صوت جميل يأذن وانت مشغول توضيت بسرعة وطلعت يعني توضيت للصلاة يعني. جزاك الله خير. استاذك طبعا ليش قلت كذا زمان يعني وش المغزى؟ ها؟ وش المغزى؟ كنت اتوضا بروح للصلاه. لا قبل يعني ليش قلت الشيء ذاك اول؟ شلون؟ خلاص كنت بدوره المياه اتوضا. ايه ما كنت شو اسمه؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. جابي على وصول رجع انا من قال يقول زاك. وبعدين بس رحت شفته يعني خلاص يعني اسمع الصوت الحلو هو بعيد عنهم. فعجل في اللي كان يسويه توضا بسرعه وخلص راح على طاري مرضى الفشل الكلوي. ترى الان نشوف نماذج مره مره يعني مميز في موضوع حتى في التبرع. انا لي زميل يمكن لو اقول اسمه بيزعل علي الحين اسمه عبد الرحمن الجذمي ابو المنذر. يعني انت تدور الزعل. اي نعم الله. لكن بقوله قلت خلص ابد. عبد الرحمن هذا تبرع بكليه لابوه يعني جزاه الله خير يعني اسال الله اني يعني الله يجزاك خير. لبوه 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 اي اخوي ما شاء الله ما شاء الله والله والله العظيم يعني حتى بعد فتره كويس حتى بعد فتره يعني تخيل الرجل والله انت شاطح تتابع برنامج ولا تقول ابوه يا ويلي يا ماجد يا ويلي يا ماجد والله انت اليوم اطلقت مرعي اللي بداخلي اطلق مرعي اللي بداخلي عادي اسرع اسرع ما قد قلت تورطه لا والله ونحطه في السقايه بس الله استعان يا اخي طمن على الرجال ما في شيء لا يا اخي طمن عليك بس والله اني معك اكثر واحد سمع قصصك انا مركز معك والله مركز معك يا اخي طيب طيب خلاص اوكي اسلم ايش اخبار الوالد علي عشان احسن عشان تصير سالفه مفهومه يعني الحمد لله. انا والله الايام اللي راحت ما تواصلت معه لاني كل ما ادق عليه الوقت اللي امسك فيه الجوال يصير نايم يعني يصير وقت نوم. نحن ما نفضل له باخر الليل ولا تطمن غريب لكن اطمن عليه بواسطه اهلي يعني خواتي وامي وكذا. الحمد لله اموره طيبه الحمد لله الحمد لله الله يرفع عنا وعنا العافيه. لا والله مو براعي زي انا سبحان الله تقريبا نسخه من ابويا. انا من براعي تلفزيون وابوي مو براعي معلم فيهم ما شاء الله. هو كذا دمه خفيف كذا ويحب ينكت بعد. لا والله يعني تقول رسخة من أبوك لا ينكت هو بس إنه يعني مو بزي يعني حاشاه
حاشا والله حاشا. انا قاعد اسوي بلاهات الصراحه. انا اقول اقول حق خويك لا يسال عليك. ايه لا لا يسال عليك انه مثال لل يحتذى يعني. مثال للبر يعني شيء شو. وانا اقول إيه؟ الزعل الا الزعل يا قلبنا خوفي بكره يندفع بعقولنا حنا ما صدقنا نرجع من جديد نلتقي عقب البطء مع اهلنا ودارت الدنيا وردينا البعض دارت الدنيا وردينا البعض ما يصح الا نصفي قلوبنا الزعل الا الزعل يا قلبنا خوفي بكره يندفع بعقولنا حنا ما صدقنا نرجع من جديد نلتقي عقب البطء مع اهلنا ودارت الدنيا وردينا البعض دارت الدنيا وردينا البعض ما يصح الا صافي قلوبنا. يا اخي بندر فظيع يتحاشى يطلع فيني والله ما شاء الله. لا لا والله والله يتحاشى يطلع فيني يا اخي. يا بندر نظراته كذا ضحك هو زي اللي يقول اخلص علينا. يا اخي بعض المرات يا اخي شوف اقول لك حاجه. قول حاجه. يلقط يلقط المل مو يعني مو الكوب سوري يلقط اللي يقطع الثاني يبدا يشوف هل قفلته ولا لا مين معاه مركز يطالع يشوفه. اي انا انتبه له لانه اقول لك رجل بعدين هم واجد هنا ما شاء الله قطع. هو شوف اللي اعطاك النظره اللي والله يا اللي ضحكنا لما قطع شو اسمه ذا علي. علي اقول لك يتكلم هذا جاء قطعه اقول لك علي سو زي كذا تفضل صوت تفضل وضعيه ما طبخ بطنه والله العظيم احيانا وضعيه هذه تجيني يا اخي. طيب انت جيب عطاري جيب شيء مو بكذا طب ام السالفه طب السالفه وقال له اسمع يعني انا بعطيك مجال تعلق بي ما تشارك اخذ سالفته وقال بعطيك مجال اول واحد تعلق انت الله لا لا جميل الـ 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 هنا انا اللي قهرني الدقش اوكي قاطع احيانا بعض المقاطعات يعني فيها زي ما تقول تعقيب على كلامك استشهاد لكلامك اثبت كلامك هذه حلوه يعني احيانا وانا ولا اوكي في اشارات عشان ما تروح انت في الدائره بكره لكن لكن وش قال هنا؟ لا اي والله انت في الدائره اللي مقلب والله انا شفت تقريبا تعليقات كذا يقول بكره انت بكره انت اي لا اليوم قال بعد ما خلص من الناس ايش قاطع وش قال ما جيت ايش قال هنا؟ ايش قال؟ قلت له فشل كلوي يعني وكذا يعتبر انه يعني قال قلت له ايش اخبار الوالد؟ لا تدري انت شلون؟ هو تذكر على هو على هو على اساس انه مرض تبرع تبرع الابن لابوه قال ترى لابوه ايش اخبار الوالد؟ طبعا على طول لف قال لا ايش اخبار الوالد يعني في نفر هنا في في ادمي فصلك فصلك من الحياه والله يا رجل خلاص مش جنبك والله يا جماعة الحرمة اللي في الحرم قالت أنت وأنا ما أعرف أسماءكم والله كذا وقفت العامل اللي دفها تقول له وقف 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 وأنتوا اللي في البداية أنا ما أعرف أسماءكم ما أعرف أسماءكم أنا أتابعكم يوميا يوميا والله بدأت تدعي ما شاء الله ما شاء الله والله خلصت خلاص مشت سجلت هدف والله لا سجلت هدف يس والله يا اخي مسؤوليه الله يتقبل الله والله مسؤوليه هذه بوادر خير يعني الحمد لله رغم انها مسؤوليه كبيره والله قوه والله مسؤوليه كبيره الله قوه صراحه يا اخي لما تكون في التلفزيون الفتره الطويله هذه كلها وفي ناس قاعده تتفرج ترى مسؤوليه بالذات قناه بدايه اي قناه كانت ان شاء الله قناه تفرج فيها ثلاثة نفر في النهايه اي قناه كانت هي مسؤوليه انت طالع قدام ناس الاعلام ترى والله ترى يعني في له خطوره كبيره قوه ابو خالد ابو خالد لو قناه مثل رياضيه مسؤولية أقل حمل صراحة قناة رياضية تهتم بظهورك مهنية فنيا وما عندك مشكلة بس قناة بصراحة خلنا نتكلم رسالة رسالة القناة مرة قوية بصراحة وقناة يعني دائما تخاطب الأسر قناة بيت هي القناة يكفيك هذه. إنه يجي
يعني رب العائلة أو رب البيت يأتمن القناة هذه على بيته، صح، يتركها ويقول لكم يلا خلاص هذه عندكم القناة تابعوها ويجي ماشي، صح. يعني هو كأنه سلمك بيته، لكن هو كأنه كذا أداك بيته وتفضل. وهذا هو، شوف يقول لك المسرح أنت تكون ضيف فيه، لكن التلفزيون هو ضيف في البيت. الله، صح، شايف الله. أنت المسرح شغل سيارتك وتروح تصير ضيف، صح، اللي يقدموا لك فأنت هناك ضيف، لكن التلفزيون هو ضيف عندك، أنت اللي فاتح له الباب وأنت اللي مدخله مجلسك ومجلسه. فلازم الضيف يكون إيش؟ يكون محترم. محترم، صحيح، لازم. فإذا كان الضيف مش محترم، هم أخذ من كلامك، هم أكرموك، أكرموك تحولك البيت أنت وضيفوك، يعني ضيافة جابوك. يعني أنت بالله تخيل جيت ضيف عند أحد وكنت قليل أدب عنده، إيش حيسوي فيه؟ حيطردك، صح، وحيقول هذا البني ادم قليل ادب، يضطر يكون بيغير القناه. انت برضه لما تيجي تحط على قناه والتلفزيون انا حاط على قناه معينه وما كانت محترمه، اكيد حتقول انا ايش اللي جلسني على قناه غير محترم. صدقت، حتقفل التلفزيون ولا حتغير القناه ولا. فعلا ترى المسؤول حتى شوف المسؤوليه اثناء وبعد. طبعا اثناء خلي ظهورك جيد وكذا، احترم العقول، قدم شيء طيب يعني وكذا، حاول بس تقدم نفسك بصوره ممتازه، عرفت. والشيء الثاني اللي هو بعد البرامج هذه، خاصه اللي ظهر اول مره، ترى اول مره سعر عرفتك، تابعتك على مواقع التواصل وكذا، انت وش ممكن تقدم؟ انا منشد، انا وش ممكن اسوي رسالتي للسام، كيف ممكن اقدمها؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا طبعا، مثلا طبعاً. انا منشد، انا بتكلم عشان بس انا، او انا مثلا مقدم، انا ممثل، انا مصمم، مهما كنت اي موهبه. واهم شيء الواحد برضه يعني انت نجم، مهما كنت انت نجم، انا طلعت من القناه تقدم كنجم، اعرف ايش كيف تقدم نجوميتك. بعض النجوم صراحه مو بعارف يقدم، بعضهم يتصور ان خلاص انت صرت نجم لازم اجيبك على خشبه المسرح، مو بالضروره ترى. لا لا، ترى هي النجوميه، ترى في ناس صاروا نجوم هم مش صح، بس نجم نجم يبقى نجم يعني. لا لسه ما اذن الشيخ عبد الله، لسه مو معنى كلمة إنه أنا نجم فأنا لازم أكون فنان. ترى النجومية مش بالفن، يعني ممكن، صح، تكون أنت نجم في العلم، ممكن تكون نجم في الكورة، ممكن تكون نجم في بأخلاقك حتى، صح، نجم بأي شيء، في أمور كثيرة، وفي خلط كتيرة. في خلط أبو خالد ترى بين الإعلام والفن، ترى في خلط طبعاً. غير طبيعي. الإعلام مجال واسع، مجال واسع، صح، والفن مجال، يعني قد يصنف الفن هو ضمن الإعلام، ولكن ترى هو فعليا مستقل، مستقل، لأنه الفن لحاله تحته مليون شغلة، صحيح، في التمثيل، في الإنشاد، في الرسم، في فنون من هنا لين بكرة، صحيح. والإعلام هو وضع تاني يعني. وبرضه لا إله إلا الله، يعني أتكلم عن هذول بعض النجوم بصراحة، هم بعضهم أنت نجم، أوكي أنت نجم، ما لا نختلف عليه، مهما كنت ما تملك شيء، انت نجم الان، انا صرت انت نجم في الموضوع هذا، اعرف انت كيف تسخر نجوميتك لصالحك او لصالح رسالتك، عرفت. بعضهم يجي مثلا هو اصلا ما له دخل في، اضطر يسوي يجيب مهرجين ويجيب دوما، ما هو لازم يا اخي، انت جوك مختلف. تعرف يا اخي، انا بالنسبه لي يعني ما احب كلمه انه شكلهم نايمين ولا ايش؟ تذكر بالله. تذكر الإشارة ولا لسه؟ والله بأذن شكلي. أذن دخل وقت. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة لا